تعالي هنا احكيلي. الهدوم اللي جبتيها من عند المكوجي ازاي ما لقيتيش فيها الكومبرينزو بتاعي وقلتي بدلها الحنتوشه دي؟ يا مصيبتي لازم المنيل على عينه المكوجي لخبط هدوم الزباين مع بعض. لكن والنبي يا ستي غلطه كويسه، هتولدي يا ستي واديني واديني، هتخلفي وبكره هتقولي يا ما نفسي ومنى عيني ان مفيده يطلع لها اخ واتشمرت يطلع لامه ساعه ما يحمر عينه يبنك 30 زي جوز اخته. ما هو البركه في حسك يا ستي وحس ابوها كمان. حسي انا يطفي حريقه بس حس ابوها ما يطفيش حوت كبري. لا ده بس اصل ستي كانت يا اختي هتخبي على الله ورعى ورامه ولا علقنا في خنفانه. يا حامل حمى يا رب، امتى بس يا مستوره امتى احط وشي في وشك واسمع مني الكلمه حلوه؟ لما يسخن دمك واشوفك لك زرابين تطلق مفيده من جوزها. احنا هنرجع تاني للنزناز المهبب ده. العمار يا ستي عمار البيوت. ايه والنبي خليكي انتي في عمار الحلل. روحي واللحمه قبل ما تغرفيها على السفره كلي نصها. يلا اللي ما بيبان عليكي بترفعي انتي وبتخن انا. يلا روحي ودي ده المكواج. حاضر. استني. ايه ده؟ امسك امسك امسك. ايه ده؟ امسك امسك امسك. ايه ده؟ نسيت؟ امسك امسك امسك. خد يا بنتي مفيش فايدة. تعالي قوليلي. نعم. بتهشكيه ليه يا بنت؟ نفسك تتجوزي؟ قلنا لازم يقضي عليها. ايه العباره مانيش فاهم حاجه. الزمان خلاص ما بقاش فيه خير، بنات الايام دي نقطه اللبن اللي بياكلوها خساره في جتتهم، والنبي عملوا طيب الستات اللي بيرضعوا ولادهم لبن اصطناعي. يعني يبقى حلال في جتتهم يا وليه لما يتجننوا رغرين وينكشوا بقيتهم عيش سعادتهم؟ عش ايه؟ ده عش سعادتهم ده عش ابو قويق. انت خليتي فيه لا قويق ولا رويق؟ انا عارف قوه ايه دي كلها اللي بيجيلي ساعه الشر. يخرب بيتك بتحسدني؟ فين هي قوتي بتاع الزمان؟ فين؟ فين ما انت مجربها؟ ايوه مجربها قوي يا مجرب. يا وليه اسعي نوع واحدة لإصلاح ذات البين. قال مطلوب بالعكس، إفساد ذات البين يا غراب البين، جاتك نص بطين في عينيك الاتنين يا أبا راسين. ستي. رجعتها له يا ستي. الحنتوسة إياها المساخيتي. طب والحنتوشة الجعليصي؟ شاي هيجيبها من مطرح ما غلط فيه. من حق يا ستي نسيت أقول لك. مطلوبة حضرتك مطلوبة. مطلوبة فين؟ فين؟ في التلفون. بحسب في القرعة. أنا ما بياخدونيش في القرعة. ده التلفون يا ست. أيوة مطلوبة في التلفون. استني هنا بإذن الراجل أولا اللي يرد هو راجل البيت. أنت فاهمة بقى يا ولية ولا لا؟ يوكا تتنايبة ده أنت بتحمش من حق وحقيقي. الله بتحبني. ما دام تحب بتنكر ليه؟ ده اللي يحب يبان في عينيه. يخطي عليها يخطي. ايوه يا اخويا ايوه دلعني ايوه دلعني. قولي لي. نعم. مين اللي بيتكلم في التليفون؟ ده واحد كده اسمه ايه؟ حاجه كده من اللي فيها قرون يا سيدي. قرون؟ الخرتيت. ايوه قال الخرتيت يا سيدي. طيب روحي قولي له انا جايه له حالا. تعالي احكي لي هنا. ايه المناسبه الخرتيت؟ يعمل تليفون عندنا هنا في البيت. اتعقدت ما بيني وبينه اتفاقيه بمجرد ما مفيده تسلت ايدها من جوزها يترد لها الخرتيت اللي خرج من ايدها. امال اسيب بنتي بايدي فاضيه؟ فاشر قدامي نكلمه. قدامي يا مدروس قدامي. يا ستي بعيدة عني بقى. الله مش عايز اكل مش عايز افرح. يا حبيبي ما تعملش بروحك كده، مال الاكل
تاكل ومال الزعل، تاكل وتملى بطنك وبعدين على كيفك ازعل، مش تقعد كده هفتان وبتطلع من الجوع يا حبيبي. يا سلام قلبك عليا قوي. طبعا مش جوزي. جاز لما شعرت نفوخي. انا فهمت الكلمه جوزي دي بتنرفزني. انا ما تتنرفز هعمل لك ايه؟ مش المفروض كده؟ مفروض قدام الناس بس، لكن بيني وبينك لا. أم الذنب يا حشمة أعمل إيه؟ لساني خلاص خد على كده. دلوقتي أنا في عرضك. ها؟ أنا كانت مهمتي وياكي إنك تدعكي بوزي في الأرض وقضيتها على أحسن وجه. أيوة أنا في الحقيقة ما انكرهاش، كنت صحيح طرطور. نعم طرطور؟ أنا قصدي أقول طرطور من الطراز الأول. أشكرك عليك أنت كمان تطلعي ذوق من الطراز الأول وتردي لي حريتي. يا سلام، ومستعجل كده ليه على حريتك؟ العالم كله بيطالب بالحرية، رجالة، ستات، شعوب، آسيا، أفريقيا. طب وإزاي تسيبني بقى؟ وانا شم خبر ان ماما عايزه ترجعني تاني للخرتيت، يعني كانك يا ابو زيد ما غزيت. وابو زيد ده اللي هلكت بدنه. عفاريت الارض ما ترجعوش ابدا عن الطلاق. كده؟ أيوة. انا عفاريت الارض كلها ما ترجعنيش عن الانتحار. انت حره. هموت نفسي، انت رميتني من الشباك. انا؟ اهو قدام عيني. من هنا يا مجنونه. يا خرابي. اظن لولا دخلتي كنت طوحتها من الشباك. روح العصر. مش تسألي في الاول؟ اسال عيني اسال وداني. هما فين عينيك دول وفين وداني؟ اخرس يا لومانجي يا جهنمي. ايوه سكت. اظن المره دي حتقولي لي ابدا يا ماما. ما جربنيش، ما كانش حيطوحني من الشباك. بس افهمي يا ماما، هو يا ماما كان قصده، يعني يا ماما كان قصده، يعني كان قصده، بس قصده ايه؟ مرخرختية على ابوكي. قصده ايه؟ النهارده بالذات ورق طلاقك هتكون في ايدي. الله يستر عرضك. ما تترجنيش، ما تتوسلش اليا. انا بترجى واتوسل بس بالمقلوب مش بالعدل. انتي دايره يا بنت، ده مستنيك يسيد سيده الخرتيت، الخرتيت على سنه وقرن. طيب شوف يا ماما، انا بالصراحه الخرتيت ده مش ممكن اتجوز، يعني مش ممكن اتجوز. انا بقالك اهو. يعني ايه؟ مش كتر خير وانه حيقبلك سكن دهن؟ حيقبلك تاني والنبي ما يخش عليك الليل وانت بايته فيه. المأذون يجي حالا. يما ده وحش ياكلنا. يما المأذون يا ماما. بس ده يلا وسيبها تجري على المأذون. يا قلبك حشمت حشمت، الكونتراتو كان بسنه، مش ناوي تكمل الكونتراتو يا حشمت؟ كونتراتو في عينك ولا يوم واحد زياده. هي ايه؟ عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ مش حطي فيها كده ليه؟ حصل ايه؟ انت مالك؟ لا بس بسأل. حضرتك مطلوبة في التليفون. الست مين التليفون ده؟ انا عارفة ستي واحد كده اسمه، ولا واحد اسمه واحد. طيب ولا امه باين؟ امه؟ ماما؟ قولي له انا جاية حالا. اوعي تقفلي السكة. انا جاية حالا. بس الحمد لله، بركة اللي كنت مديالي نمرة التليفون واحنا ناس في اسكندرية. خلاص يا حشمت خلاص خلاص، زي الخرتيت المرة اللي فاتت ما طيرته بيك انت، المرة دي كمان هطفشه بواسطة مومو. مومو؟ امال ايه؟ مومو يغسله اكثر بياضا. مش بهزر. اسمع خليك انت قاعد كده مستريح، لما تشوف بعينك، لما تسمع بودنك. ها على جوز الخرتيت قال. تعال يا سي خرتيت، الخرتيت قال تعالى يا بهلوان تعالى. تطفشوا بمومو، تطفشوا بعفريت ازرق. اوف انا والسلام بقيت على ابواب الحريه. يا ساتر، مليون فتحت عينيا. وفتحت عينيك على ايه يا ترى؟ عليك انت يا نور. ويا ترى كنت قبل ما تصحى بتحلم بمين يا حبيبي؟ بيك انت يا روحي. انا وصل لي المرسال بتاع حضرتك، عاوزني في ايه بسلامتك؟ لو تعرفي انا عايزك في ايه. الدنيا كلها مش هتساعك من الفرح. يظهر النوم لسه كابس عليك. لا لا نوم ولا حاجه. اسمع، انت داخله دلوقتي وانت عازبه مش كده؟ طبعا. بعد شويه صغيره المأذون هيجي هنا ولا يخرج الا وانت متجوزاني. حشمت بتقول ايه؟ طيب ومفيد هتتطلق؟ بتتكلم جد يا حشمت؟ طبعا جد يا حشمت. الله نجية. نجية قلبي. يا رشوة نجية قلبي. مية يا شب. شملونة معكم بس مية يا بنت اوان. شملونة يا اخوانا. انا رجلي ايه بس؟ انا رجليا الله يا مالها واخدة نومة اوعيدي كده. لازم سهرانة سهرة كبيرة. استاذة استاذة يا استاذة.
ثابت بالاسم بس، انما بالفعل غير ثابت بالمرة. ثابت افرح يا ثابت، خلاص يا ثابت هنتجوز. والنبي والنبي صحيح. ثابت ثابت مالك؟ ايه ده جمال وجهك؟ الحق يا حشمه سخسخ سخسخ. دي القنابل ما سخسخوش. ثابت ثابت. نعم. خد لك بق يا ثابت. هات. يا ابويا لو ابويا عايش دلوقتي مش كان حضر الفرح؟ يا اما لو امي عايشه دلوقتي مش كانت طفلت وزمرت وزغرفت لها زغرطتين؟ ايه الهوسه بتاعتك دي؟ مال امك وابوك في جوازي انا وحشمك؟ جوازك انت ومين؟ انا وحشمك. انت وحشمك؟ على جوه. يلا هذا قبل ما يغمى عليك. بقى ده عدل يا عالم، تفوز انت بقلبها ولوص انا بكلبها. ايه مالك مرعوش كده ليه؟ لا مش مرعوش ولا حاجه يا اختي، لا مش مرعوش، محدود شويه معلش. اسم الله يا اختي. انت قولي لي يا اختي. نعم. انت متاكده انك وزعتي جوزك؟ وزعته بس انا صبرته كمان. كده اقعدي بقى. اتفضل اقعدي يا حبيبتي. تعالي يا حلوه تعالي يا سكر يا سكر يا سكر. اقعدي يا اختي. ازاي صحتك كده؟ الحمد لله. ازاي المهبب جوزك؟ اهدى اهدى الشياكه دي. حلو شرب حلو قوي. سالفه من واحده صاحبتي. واحده صاحبتي اسمها فسوكه. حلو قوي. حلو. تعرفي يا اختي كم تليفون دقولي النهارده؟ كام؟ 12. 12 والنبي 12 تليفون. واحد منهم بس هو اللي شقلب كياني، هو اللي قلقني. تليفونك انت سي قوي. العفو. لكن قوليلي. نعم. انت متاكده انك وزعتي جوزك؟ يا بقول لك سافر. ايه ده انت رشيدك دي مش عجباني ابدا. ازاي بقى؟ طب يا ريت يا اختي كان موجود. والنبي ما عندكيش فكره هو كنت عملت ايه؟ اهو الشطاره كده لازم تكون هو. والنبي كنت اتف في وشه كده اهو. شاطر شاطر شاطر. لكن قوليلي. نعم. لما حسمت يعني ده ما هوش الاديال بتاع، كنت امال اتجوزتيه ازاي؟ غصب عني يا مو، ظروف خارجه عن ارادتي، هو في ناحيه وانا قلبي في ناحيه تانيه. ايوه جينا للمهم. قلبك في الناحيه التانيه، انا عارف فين حته. اسمه ايه الواد الطعم بقى ابو قميص اخضر؟ ابو حسنه في وشه. ابو شرب مسجر. اسمه ايه الواد ده؟ اسمه نظيم. نظيم. يخيبك. ايه ده؟ ايه ده؟ انت قلت ايه؟ انا قلت ايه؟ انا بقول مومو مومو. لا يا اختي ما قلتوش مومو مومو، قلت حاجه ثانيه خالص. ثانيه؟ او النبي سمعت بودني دي. انا قلت مومو. لا قلت نظيم. نظيم لفظ بلدي خالص. نظيم تفرق ايه عن تنظيم؟ والتنظيم فيه ايه يا اختي غير الهدد والمباني؟ يا اختي عليك شربات يا ابني. ليه انت شربات؟ شربات زي السكر. لا 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 بلاش الحاجات دي. اعملي معروف. انا ايه ده؟ انت لابس الجاكيت بتاعك؟ اقلع يا شيخ اقلع. عايز كده بقشرك. لا خليني مستور كده يا اخي. يا شيخ اتقشر. قشر طبعا. قشرين انت؟ اتفضل اتقشر كده. يلا حلال عليك. الله الله الله. تعالي بقى خدي بوسه بصدر. اتفضل ست ماما بقى. يلا تعالي يا اختي يلا خدي لك بوسه بسرعه. فيه دوار منه عرس من صوت راجل. الحق خبيني والنبي الله يستر عرضك. خبيني. بابا بابا بابا. ما هو زعلك اللئيم. ابوك نفوخه بالعرض. انا عارفه. اسمع انا عندي فكره. تعال انا هدخلك في حته مضمون محدش يخشها ابدا.
كده اهو. تعالى خش في الاوضه دي. الاوضه دي الاوضه دي يلا بس. بتاعت ايه الاوضه دي؟ اوضه النوم بتاعتي. لا يا اختي ما اقدرش. لا ما اقدرش. يلا يلا ما فيش وقت. يلا طيب يلا عشان ما دي موتك بابا على طول. يا نهار اسود. يلا خش في الاوضه. لا هي مفيدة. ايه عملت ايه؟ صوتك اللعبة جاهزة ومتوضبة مشغولة صح تمام. لعبة ايه مش فاهم؟ انت في الاول ضحيت علشاني، انا دلوقتي هرد لك التضحية دي واوسخ سمعتي بايدي. مفيدة ازاي توسخ سمعتي بايدي؟ عشان ادي لك سبب وجيه للطلاق قدام بابا وماما، وكمان الخرتيت ادي له سبب ما يمكنش بعديها يقبل يتجوزني ابدا. انا مش فاهم حاجة، عايز توضيح. انا هوضح لك كل حاجة بس مش هنا، تعالى معايا واقول لك كل حاجة. طيب الموضوع من الاول. الحمد لله مفيش حد هنا. جاكيتتي وطيران على بره، بلا حب بلا هباب يا اختي. نهار اسود يا امها. انا بقول ابوها تطلع امها ما تطلع ولا 30 زي ابوه. سكتك على الولايه يا رب. الفكره من جهه جهنميه جهنميه. مفيده هي وابوها وامها. هيعفرتهم ايه اكتر من اني اثبت على حشمة الخيانة الزوجية؟ اه يبقى طلاقهم مضمون 100%. انا حوريهم التمثيل البيتي يبقى ازاي، مش التمثيل على مسرح وبس. اخندق له فين فين؟ على اوضة النوم. دلوقتي انا بس المأذون جه. يلا تعالي. يا مأذون ايه يا ماما؟ حرام عليك يا ماما، جوزي وبحبه. عبد برص بتحبيه اكتر مني؟ يا ريتني يا شيخة يوم ما حبلت فيك كنت زحلقتك في شربة زيت خروع. يا ماما حرام عليك يا ماما، هيبقى ذنبي في رقبتك. ذنبك في رقبتي؟ ذنبك في رجليا؟ المأذون اللي جه انزله ازاي بايده فاضية؟ يا ماما تقبضي تديله اجرة العطلة. بلاش يطلق يا ماما، الطلاق حرام يا ماما. ارمت عليك عشتك. وانا في حياتي هلاقي كام فرصة حلوة بالشكل ده؟ قال على قلت المثل، يا مجوزة بنتك ولا حضرتي طلاقها، يا مخرمة ودنك ولا لبستي حلاقها. ده الخرتيت مستنيكي على سن وقرن. يا ماما يا ماما حرام عليك، المسألة عندك انت ايه؟ بيعة وشروة؟ اتبعت انا قبل منك للمحاصل ابوك. والله يا بابا ده مهما قلت فيه ما يردوش عمايلك دي ابدا. انا هنتقل. بابا يا بابا اترفعي نعمة في عينك. تعرفي لو ابوك اتعرض لك هندفع المأذون بطلاقي انا منه على الاخر. لا يا عم حرام عليك يا ماما. عشان خاطر يا ماما. ايه ده يا ابني يا حشمة؟ مش كده هدي دمك. هدي دمي ازاي يا عم؟ كسني بابور جاز وانا في جدتي. بابور واحد ما يقضيش، لازم 10 بوابير. دستك بوابير. انا اقول لك بوتاجاز بفرنه. اسمعي يا مرات عمي، احنا دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. لا انت دخلت بالمتلوف، هخرجك من بيتي وانت ملفوف على عربية الاسعاف. شايف دول؟ ايه دول؟ هيخشوا في عينيك. يا نهار اسود. جمعت الخط. اخرج حط انسانك خطه في عينك. عين الحياة ما تختشيش. معاكي 30 حق تتطلق وتنكسر وراها اوارة. فين هي الاوارات؟ بيشربوا دلوقتي من الفريجيدرات. ولا 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 انت يا ولا. امين عني يا ودين. انت بتكلمني؟ انا قلت حاجة. انت بتكلمني؟ انا نطقت. امال مين اللي بيجعر ده فيكم؟ امين عني احسن بعدين اثروا. الله. مستورة. احنا بالنهار حرام يتجرى ويزت بالنهار؟ لازم حرامي ستات جاي يسرقني. تعال معايا. لا يا اختي انا مالي. بقول لك جاي يسرقني تقول لي انا مالي؟ طب انا هعمل له ايه؟ ما تعملوش حاجة، انا اللي هعمل له. هات العصاية دي، العصاية دي امسكوها الرجالة اللي زيي. خليك ورايا، خليك ورايا يا اخويا، خليك ورايا. وفينا ها ازاي بقى في النمرة المشغولة صح دي؟ بس انا اللي مخوفني انها وراها فضيحة على سمعتي. لا سمعتي سيبها لي، اطمن انت سمعتك هتكون نظيفة قوي. مش انت مش عايزني ما بتحبنيش؟ خلاص
يا مسخسختي يا مسخسختي ما كشفت البير وشفت اللي فيه نجية؟ ايه اللي جابك يا نجية؟ العفو على سمعتك انت بس انا مش هفهمك يا وليه سيبيها سيبيها هسيبها ازاي؟ ما سيبهاش قبل ما تقول لي سر وجودها في اوضه النوم ايه؟ لا اقول لك ولا حاجة يا مدام حشمت بايده هو اللي مدخلني في اوضه النوم انا؟ وقوة من غير وقوقة ما توقوقش اهو بتقولك في وشك كله في وشه ولا تغشه رمضان تعال نلحق المأذون والخيانة سخنة يلا على المأذون سخنة دي برد عبرت من وشه طول بالك يا حظ شوف هتعمل فيك ايه دلوقتي مبسوطة يعني كده يعني ايه عمالك دي لجنة ايه بس يا حشمة انت مش قلتلي انك ناوي تطلع مفيدك خلاص شفت اني انا احق انت اتلفت حياتي واللي اتلف شيء عليه اصلاح مش كده برضو وانتي لا مؤاخذة يا عزيزتي انا لولا ماليه ايدي قوي من طلاقك ما كنتش هتعدى ابدا لا ابدا لا تتعدي ولا حاجه انا مقابش ابدا في سكتكم المساله ما دام فيها حب يبقى خلاص المأذون لاجل حسن الحظ موجود بره عنده له يشوف شغله ولو انوش يخرج مكسور الخاطر ليه يا حشمت كده ليه يا حشمت ليه؟ خلاص يا حشمت خلاص خلاص يا كنت بعمل ايه يا حشمت مش العلة الوحيدة كانت حكاية شغلي خلاص انا نبهت عليهم في التياتر وشوفوا لهم برمادونا غيري ايه رأيك ابشري يا استاذة ابشري طوب طبلك وزمر زمرك خير. عربية كدبة فيلا في شارع الهرم خلاص منين ده كله منين يا لازم شافوا لازم شافولك في الرؤية لا رؤية ما فيش ايه بتغطى كويس لما تيجي تنام لا ده بحقيقة في دنيا الحقيقة والواقع ايه اتكلم قول شركة سيزو ستريس فيلم بعتلك عشان ثلاث افلام بطولة العقد مستعد ومديه النهاردة على طول ما بطلت التمثيل يا مغفل المغفل ده يبقى انت لما تسيبني السينما وفلوس السينما وشهرة السينما يلا يا سامي يلا يا زبط المستقبل يلا اسلم لي على بطوء ابن عمتك هادي اللي بطلت التمثيل شمت ريحة الافلام انصرعت الحقيقة اخوات الستات دول زي الزبدة يا ملحق ما يجمدوا يا ملحق ما يسيحوا على ما خسرناش حاجة نرجع تاني للعزوبية العصماء العزوبية الحسناء حشمت الحقني يا حشمت ورقة جديدة يا حشمت المأذون طلب مني الورقة اللي احنا اتجوزنا بيها الورقة اللي ورقة هو احنا كنا اتجوزنا معايا وحقيقة عشان تبقى في ورقة بصي بقى دلوقتي قدام بابا وماما لا يعرفوا ان احنا ما اتجوزناش يعملوا فيها ايه يموتوني انا ماليش دعوة يا اختي لحد هنا وغلو بحماري اسمع يا حشمت انا عندي حل مفيش حل غير كنا قدامهم نصطلح وبالشكل ده لا تحتاج المساله للورقه ولا لغيره يعني ايه تمتد العشره تاني وياك يا مفيده وماله يا حشمه احنا على الاقل عرفنا اخلاق بعض ولا تعرفوا احسن من اللي ما تعرفوش انت عايز الحق طب ونظيم وروسيا احلف لك وحياتك عندي وحياه عينيك الحلوين دول عشرتك انت ويايا واخدتني عليك خالص ونسيتني كل شيء عن نظيم انت كمان عفرطتك وشقاوتك خلتني احبك انت راجل الدبابة جاية ولا يهمك اصطلحنا اصطلحنا خلاص واحد اثنين ثلاثة اي فرقة منبتة لا رجعة فيها البتة البتة يا استاذ وحوكلك فتة ايه يا ماما اللي بتة وفتة ما اصطلحنا وخلاص اصطلحتوا ايوه يا مرات عمي اصطلحنا وبصنا رؤوس بعض وخطوط بعض انت تخرس خالص إذا خرس هو أتكلم أنا في العطل والأضرار ومجيتي على هنا جاري بالمشوار لا بد من الطلاق خدود إيه اللي تنباس بأكل قرش يا لف إيه يا أستاذ أنت أستاذ بتحرر على الطلاق بقول لك مراتي بحبها واصطلحنا بتحبها؟ طبعا يا مرات عمي أنت بتحبيه يا بيه؟ طبعا بحبه يا ماما مش جوزي خلاص وانا ماري انا موتوا في بعضيكم قال على قلت المثل حبيب حبيبي مالي حبيب سواه وعدو حبيبي مالي عينين ترى تعال في حضني يا جوز بنتي يا حبيبي لا حول ولا قوة الا بالله اليس هناك من طلاق مش عايزين النهارده يا حفوت عليك الجمعة الجايه
روحي لجوزك وسيبيلي ابوكي. ايه عايزه مني ايه تاني؟ العيال اصطلحوا مش هتصلحني بقى؟ من عينيا الاثنين بس اسمعي. ايه مع ايقاف التنفيذ.